بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. سورة الحشر، هذه تاني سورة الحشر، وسورة اللي راه سورة الحشر وحي كمت هاي سورة لها مدنقة كسر الدقي مقالة المدينة المنورة حلق وجوغ النبي عليه الصلاة والسلام. مواضيع هي مسائل كسورة ويكاهد للدونتا وحاكم إلى قصة الحشر، قصة الحشر، الحشر لبني النضير، هير بني النضير حشري كل عي يلباتدي كل عي يكربدي إلهي سبحانه وتعالى وكسر لدي مركي مددر أي عداوي سنة أيين النبي صلى الله عليه وسلم دينتنا أي عداوي سنة أيين حشري عقوبتي كل عي قصة سورة ويكشاكي الدونتا. وهكذا سورة كهد للدونتا المودة والمحبة بين المؤمنين، خصوصا بين الأنصار والمهاجرين. مؤمنين تقودهان محبة إيا كالقعيل كالرابو دحدودة إنو مرو، خصوصا هدنا مودة إيا كالقعيل كي دح أولي جيري أنصارتي إيا مهاجرين تي ولابد وأيوقي بسمي جيرين أي كمي دهايين أصحابتي نبيقين أي كمي دهايين صلى الله عليه وسلم. وهكذا سورة كهد للدونتا عظمة القرآن، قرآنك عظمتي سوليها هي مكانة هي منزلة إلهي أكتس وكليها سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح لله إلهي وحاو تسبيح سدي، ما شيء يا إلهي وتسبيح سدي شيء قاسو في السماوات السماوات كسوغن، وما شيء قينا إلهي وتسبيح سدي شيء قاسو في الأرض أرضضا لحدي ذا كسوغن، سماوات كي أرضضا وحا كسوغن وردن إلهي وتسبيح سدي إلهي وحيو تسبيح سنايان، يعني الشيء والبوح إلهي وحيو تسبيح سلا تسبيح أستقى مناسب واحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وحو الباء إلهي وتسبيح سنا واحد فهمي سئي واحد فهمين مخلوقات كغارك وتسبيح لدوان فهمين غارنا ما فهمينه، لكن وي تسبيح سنايان إله النوشيق سبحانه وتعالى. صبح لله إلهي وحيو تسبيح سلي، ما شيء شيء قاسو في السماوات السماوات كسوغن، وما شيء يا إلهي وتسبيح سدي شيء قاسو في الأرض أرضا لحدها كسوغن، وهو إلهي العزيز العزي له ويغالب الحكيم الله حكمة بضمه، هو إلهي الذي أله ويأخرج الذين كوي ساري كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كي من توحان إعرابينا بيانية وحان كوب بيانينا الذين كفروا الذين كفروا محل لجدا قالوا ويبضنت هاي من أهل الكتاب اللي لجدا كوالا صاري، هو إلهي الذي كيو أخرج الذين كوي ساري كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كي من ديارهم قريه ذاك ساري لأول الحشر شرمتي أقوه الرئيسان قريه ذاك ساري. لامت واللام التوقيتية معاني ذا اللامت كمتهاي لام التوقيتية اللام لإله جرتو بمعنى الزمن والوقت تلمامس وقت يجوه الرئي اللي لأول الحشر شرنت وقت يجوه الرئي أي إلهي قريه ذاك صار لمن كيهودها خصوصا بني النضير. يعني قصة أصل كيد وحواها النبي صلى الله عليه وسلم مركي مقالة المدينة المنورة وأسوها جري لمن يهودها دقنايا وريب حوك لها مقالة المدينة المنورة لمن كان يهودها خصوصا بني النضير وحوك بغنا بني نضير نبي ويمادين صلى الله عليه وسلم وقال المركو سودقي وحيراهين عهديان كالقاضنا إنا بلن لا نكون لك ولا عليك، لا نكون لك ولا عليك وحنا كوكتر مينو هدا يعني كأييد مينو كتاغير مينو نفعي هورتا نقه لميسي وأنكو يهود عنا هاي أدوكنا وحاتا هاي نبي أمدن إلهي أصاصاري مركو وحن نفعي هي تأييد نقه ليس ملحا ولا عليك دوش هذانا هان مينو يعني عداو إيو دقال قولك وصو ودلسو صفان مينو أنقونا دقال وصو قادم مينو قولت دقال وصو قادم سنة لما صفان دون سلاس أنكو كلان نولان نمقالد نمتقليدا أنكو جيوغ نمقالد مدينة المنورة نبي وكبر لنقاضي صلى الله عليه وسلم وأنا خير من وفى العهد نبي عليه الصلاة والسلام سيدي وبلنك رسولك أن أقوه فيه صلى الله عليه وسلم. لكن منك هربني النذير وحمد الله وهاجري من لديه جري كعب بن الأشرف ورئيس بني النضير أها
من كاسا وحو اسكد بالرداي عداودي النبي كفقاتي صلى الله عليه وسلم وحو اسكد بالرداي إلى أفرتن قف وفديا وهربل نذير كسعلا وفدي قاسو لتغي مقالة مكة المكرم آدي أصدقوا وفدي قوتا كعب بن الأشرف مركاسو كفار قريش وحو كيري آن وضا صحيحان سيدي آنو عرب قوي لهين آنو عرب تير لهين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونمكي الشلي النبي كبير عليه الصلاة والسلام لا نكون لك ولا عليك نفعنا حق أنك إيمان مايو واحد باتانا حق أنك إيمان مايسو كوي الشلي لهاو نبي هو أكور هالي مركز صلى الله عليه وسلم يهود هربن النذير إنه حق كوش ريان عهد قاس يبالن قاس لسوك الصحيح لي مقال دي يقص الله عبتك عبد بن الأشرف وكآمس النبي عليه الصلاة والسلام شبو كبير مركز رسولك صلى الله عليه وسلم سلوا قلقل قليو ما دام يقول بلن كيبا يبريين أصحابتي وحكويري نرسولك صلى الله عليه وسلم ننكاس شأنكي سوونا لبي يانو قرر حينا يا كعب بن الأشرف وسود لي كعب بن الأشرف يانو قرر حينا فقد آذى الله ورسوله إلهي رسولك سود لبي كاس يانو قرر حينا يا كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف نسحابي يا رسولك إلهي وانيا كعب حينا وفي قصدي الديرادة إمام مسلم رحمه الله تعالى صحيح سوء كوريناي غير كيسنا كوريناي وفي سخيانا أهل قدلي منك يهود الرئيس كاهاي أبابولا يي دقال إن القصة وقاده النبي عليه الصلاة والسلام ولا الدلي قرقس أهل قدلي سوى هوانتي سيحاسكي سيلجيفة أيا الدلي وصد يعني خيانا قصة وبحنت اللي يري أيا الدلي منك كعبون الأشرف مركي كعبون الأشرف الدلي الرئيس كودي لقدلي قلقل قلقل يهودي وي قلقلان هير بن النضير قلقل كي إساقو كجر وقلقل سنة لقفة إذا استي رسولك وحوير إنك كان صلى الله عليه وسلم إنتي قلقل سنهين قريوه دي وطن يديقان ندو دي وطن الله ريري حسار لغو سمي حسار لغو سمي حسار كي مركي لغو سمي ويس أتكي وحيس كدريان إني دقال لما حصوني كو أورورين يدفيسيو يدربيو ووين إيو waxbay sameysteen oo dhufaysay waa weyn ilaahayeen nimanka herban ina deer niman dagaal yahay ahaayeen wixii hub ay ilaahayeen oo dhari dhufaysadoodii la soo galeen rasuulku markii sallallahu alayhi wa sallam marba qayb la soo qabsanay dhufaysadii marba qayb marba qayb marba qayb markay arkeen inaysan taag u haynin muuminiinta muslimiinta iyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo italki uu ka sii dhamaanayo markaas is diideen hana loo talay yiraahay rasuulku markii sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri saddex qoys kasta oo adinka idin kamida waxaa loo ogol yahay hal neef inay rartaan oo rati ah shaamna adnan ka sokeynin oo ka guurtaan magaalada saddex qoys kastana waxaa loo ogol yahay hal rati wuxuu qaado ama lacag ha noqdo ama alaab kale ha noqdo ama dhar ha noqdo ratigaas ay buuxsan karaan saddexdi qoysba inta kale anaga iska leh noorreed xoolaha ma qaadan kartaan shaamna kama sokayn kartaan uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dibaatadaas ku dhacday heebani nadir eegana isku keenay eega isku keenay marka qisadaas ay ilaahay nooga sheekeynay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay huwa ilaahay alladhi allahu wa yakhraj alladhina kuwi saaray kafaru gaalobay oo min ahlil kitaabi ahlul kitaabki ah min diyaarihim guriyahoodii ka saaray li awwalil hashrina saaray shirinta midii ugu horeeyay waa waqtigii ugu horeeyay oo laga saaro Madiina la isugu aruuriyo Sham koow dibaatadii ugu horeysay ku dhacay Soomaan marin tan oo kale waa xashrigii ugu horeeyay oo halka lagu aruuriyo oo Sham lagu aruuriyo Harbani Nadir Ilaahay wuxuu rii subhaanahu wa ta'aala ma dhanantum uma adnan malaynayn mu'mininta hadatihin an yakhruju yahuudu inay baxayaan yahuuda Madiina ka baxaysa isma adnan lahayn waxa hub ay lahaayeen waxa dhufaysiye ay lahaayeen sida taladoodu ay u midaysneed sida isku waafaqsanaan jireen uma adnan malaynin ilaahay umba awoodiisa ku saaray subhanahu wa ta'ala ma dhanantum uma adnan malaynin an yakhruju yahuudu inay baxayaan waahir bani nadirkii ayaa loola jeedaa inay baxayaan wadannu ayaguna waxay u malaynayeen yahuudi annahum ayaga maani'atuhum inay difaacayso xusuunuhum dhufaysiyaalkoodu ay difaacayaan ayaguna waxay isu haysteen xusuun fara badan ilaahay xusnul katiiba iyo dhufaysi badan oo magacyo ay ula baxaynay lahaayeen dhufaysidaas haddaad bahaysataan hubkaana aad haysataan weligiin la idinma saari karo weligiin la idinma bixi karo saas ayaguna is dhahayeen
وظنوا وحي أم لا يهود أيقنا أنهم أيق مانعتهم إن أيق الدفاعي سحسونهم لفيسيالكو دعي الدفاعيانو من الله من بأس الله إلهي مركو باس الله سوضانو والنبي قال المؤمنين تأكسل لده صلى الله عليه وسلم لفيس كان إنو شقينا يوحتريو أي أم لينا أيقنا وإلهي بأس جيسا يعذبك إلهي أكسل لدي إنو كالدفاعي أم لينا أيقنا فأتاهم الله إلهي أويمت يهود من حيث المال أقيمت لم يحتسبوا إيسان كفي ليني ما أنت اللي ساري اسم الله خصوصا هذا المؤمنين تان اسكما ساكرين تان وعدد كود انت يري هاي أي أدل عودة اللي دين كاقا إمانا ما هو أم ليني هذا فأتاهم الله إلهي أويمت يعني بأس الله يالو رجه إلهي باسك سيا لباتي دي سيا أتمت من حيث المال إلهي أقيمت لم يحتسبوا إيسان كفي ليني وغذف إلهي وحكوته في قلوبهم يهود قلوبته ذي الرعب أرققح قف قلبي يسي أرققح لقوته ري ماشا لقدك ألما يقلبي يهي قلبي هذي أرققح إلهي وقته ري حيقة بان كرام وحين تأسدنا كدران عذابك كدعي يخربون وحي خربا يهي بيوتهم قريه ذي بأيديهم قعمه ذي كو خربا يهي يهود وأيدي المؤمنين مؤمنين تقعمه ذينا ويكو خربا يهي فاعتبروا عبرقات يا أولي الأبصار أغليالك النذيف كأه iyo qulubta nadiifka ah dadka u saaxiibaho waxa ku dhacay ku cibra qaata dadkaas oo qof walba ilaahay caasisay darsi u tahay xikmad ay u tahay iyo duruus ay u tahay hal cibra qaas yahuud saasa ilaahay u galay subhanahu wa ta'ala ayaguna ma u maleeyeen in la jabin karo in meesha laga qaadi karo in wadanka laga saari karo ma isu maleeyeen marka qof walba ilaahay ku caasisa sidaasa ilaahay wuxuu uga iman kara mal usan ka filaynin ayaa rabbi uga yimaada subhanahu wa ta'ala يخربون وحي خربايين بيوتهم قريهود يهود بأيديهم قعمهود وأيدي المؤمنين كخربايين يعني قريهود خربايين إلى جدد لقال إياه وحوه معاني فربضان العلماء ويقف السلام وحكم إذا قريهود وحي كخربايين حاسد نمو ومعنو ما دام قريهان هدى أدينكو أتكس عطان والشام الذين خرايو وقريهان أدنان كن نفعينين مسلمين تنا يسان كن نفعينين وأدو الدمينة قريهان معنو ويتاس حاسد نمو يعني لدينا كقدم بينه وقداشينا أن لغنا ولاني معناها كلاو حوي قريه وحي كلبح يين تيرر كواوي هي قريها أضاقي انتي كلبح حاني وحي كدقنا يين لفيس كدقنا يين أي هبك صودع يسيق عليان يسيق الدفاع وحي كؤت كينا يين حسونتو حسونتو ذا يدو فيس يدو ذي كؤت كينا يين انتي كلبح عن جدرانتي إيه دربيدي انتي كجبيانو قريه أضاقاء إيه الوحيد أضاقاء كلبح عن أي وحي كؤت كيسنا يين الفيسكو ده يكون أتكيسناية تاسي مرك قريهو ده يكون خرباية وأيدي المؤمنين المؤمنين تقعمه ودنا وقريهو ده يكون خرباية ومحالو لجي ده بدك المؤمنين تانا سيسا حو واسع وبنان واسع يكون ده قالمان مؤمنين تلعال هذي ده قال اسكود ده يان يهود ده ايوه هلان قريه كد منا يان ايقن قريه مرك إسيرهان عليلي وإذن كوها يابا واد منا يان ايقن واد منا يان محيو اد منا يان قريهان دفاع يوسن يهود ده ونغن iyo saaxa waasiic oo lagu dagaalamo haday dagaal isku dayaan yahuud dagaal haday isku dayaan luqluq iyo sanidan kan noqonin magaalada iyo sanidan kan noqonino dhulka saaxa waasiic oo lagu dagaalamo hal helo muuminiintu saasi u diminaayaan ayagu marka guriyo ahalkoodina ay dhinac ka diminaayaan muslimiintina ay dhinac ka diminaayaan waxba kuma haraayaan meeshaas waxba kuma haraayaan fa'tabiru ubraqata ya awli al-absari qalbiyalka nadiifka dadka u saaxiibahow بل كو عبرقاته وحا كو دعي ولولا ان كتب الله الهي هدوسا كو قري لهين عليهم منك يهودا هير بني نذير الجلاء قحتانك قحتان قريهودي لغا قحيي وعذاب كاس لغو جربي هدوسا الهي سداس كو قري لهين لعذبهم الهي كو عذاب لها في الدنيا الدنيا كو عذاب لها سدانا باستدراج حوغا اوه اروني عذاب كالو الهي كو صليدي لها سانا اروني وعذاب كاس محيتهي بالقتل والأسرى إن مشهد الله الله يسده هربني قريدة الله لا يوكله قصدي وانصامر نهربني قريدة واتلي روحي قانجاره هدم بنانك هو سبحانه لله ساسو إلهي وقل إله الدور ربه لكن إله وحقوق قري حكم ديسة إله وحقوق قري إن لصار بس إن لصار الله قد تحيي قريه هذا إله وحقوق قري سبحانه وتعالى هدوس إن إله يساء قري لهين مشهد الله الله إن لها إله يؤذ أولها من مشهد الله الله هذا سيئة الدنيا وقفة ضيحة وإهانة ولهم إليهم في الآخرة آخرة لحدثنا عذاب النار نارت عذاب كذي إليهم ذلك عذاب كاسي بسبب أنهم أيقوا يهود شاقوا الله إلهي إن الخلافين وإلهي الدين عمرين ورسوله إلهي رسول كيسنا إلا الدين عتمين
وإلهي رسولكي سأي خلافه سببت إلى عذابك سأقول دعي أفضل بنا ساسي عذابك أقول دعا إلهي رسولكي سأو خلافه صلى الله عليه وسلم أن وعد عذابك نبي فرد لديهن ونوع عذابك كم إذا أي قفل بو إلهي وكسل لذا قفل بو إلهي رسولكي سأل نعمر أو خلافه ومن يشاق الله قفك إلهي خلافه فإن الله إلهي شديد العقاب الله عقاب في سوء ذكي هاي ويساسو إلهي وقع أرسل كوى ظالمين تاي عاسين تا ما أي الذي كي قضعتم أد قويسين هذا مسلمين تيتهين ومن لينة جيتمراتكي أد جرجرتين أو أمس تركتموها أما جيتمراتك أد كتكتين قائمة حال جدا سيتاقن تاي على أصولها جريديال كذي يصليال كذي يكون تاجن تاج جدا سؤال كتكتين فبإذن الله فهو أرن كاسي بإذن الله إله إذا كيسوا هذا إله إذا فصحي إذا كم فضيحين كران يهود يهود إذا كم فضيحين كرانه إله إذا فصحي ساس إن هذا خربتان بيرهود أنا أيضا سوى نزول كذا وحياهيد مسلمين تي وحي سمايان باره مركي لسوق جاري بيره يهود مركي لسوق جاري جد بدن أو جد تمرادة أي الله شرعي جد بدن أو استمرارة أي الله ربو أي إن الجوال والكريو اللجو مروك كريو ما هي الروح بيرتي سي اللجو بيو أو بيرتي سي اللجو جوين أيو مروك ما دمر أي الله ربو إن لعيله إن لعيله أي الله ربو قال دي يهود هير بني نذير مركي سلاس أركان يهود وحيرهن ومحله ده هي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا مسلمين فسادك أرضه وين نهيا نبي فسادك أرضه وادي ذا إصلاح أرضه ونضفك كبر يا محل ورده هاي سكون أرضه فسادنا يوجيره جبيه أو باره ضفك كنا فعلها وحتى أنو هذان ماشى كتر نضفك كلا إسكعون لهايين سكون جبيه بابين هاي أو الدين إصلاح أمرس محيط بارهن الجبي إلا فسادنا إلهي كجوابي سبحانه وتعالى إله حوير ما الذي كي قدعتم أدقيسين ومن لينتين جتمرت كيا أو تركتموها أما اللي نداس جيت كاس أتكتكتين قائمة حال جيت داسو أي تاقنتهاي على أصولها جريد هذي أي كو تاقنتهاي فهو بإذن الله وهذا إله إذن فصحي معها فساد فساد معها في بعض الأحوال مرر النوع فساد كوهي إصلاح النقضة تنابي إصلاح عليه هذا وقت قيسي وقت قيسي قيلها الجين أيو وإصلاح محايله وحكذا لنا يهودي إن لعيله يهودي إن لعيله كذا لنس مرك إله إذن إدمي إله إذن فصحي السداس يالو عيلو إيه وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين فعل كانوا حنكو عطفينا فعل محذوف وليسر المؤمنين مؤمنين تأينو فرح قليو أما كي يسر المؤمنين مؤمنين تأينو فرح قليو إلهي وليخزي إنو إلهي عيلو هوجيو الفاسقين فاسقين تن إلهي هوجيو يهود الولجيلة مؤمنين تأينو إلهي فرح قليو أو إذن كوكو إدمي إيه ولي يخزي الفاسقين فاسقين تنا إنه إلهي هوجيه لا بد صابون ومن تنا ويكفر حياة يهود سير لمن يسوع كسب بحيس مقال هذا كسب بحيس إهانة داس يكون عدو عيل كاس يكون عدو فرحة هجو يكون عاي وما الذي كأفى الله إلهي وكسر عليه على رسوله رسولك يسوع كسر عليه صلى الله عليه وسلم منهم لمن كان يهود حقه هذا عليه إلهي وكسر عليه رسول كان ودب وكسر عليه إلهي صلى الله عليه وسلم فما أوجفتم ما أظنن أردسين عليه ما جاس رسولك لجسوا عليه حوله آه من خيل فردكم ما أظنن أردسين ولا ركاب قلناكم ما أظنن أردسين إله فدديه سفدوا مالك الوهل دجال يديك داتي يميت ماشى كدا عليكم ما أظنن هلي حولهاس حولها وحولها اللي يراه في حكمها ويكتب الدليلين حولها غنيمة آه حولها غنيمة آه ويكتب الدليلينه في isaga waxa la yiraahdo wax dhig uu san ku daadan oo geel aan loo urdisiin oo farda aan loo urdisiin oo dagaalba aan lagu helin oo ayagoo isaga cararaan gaalada gaalada way isaga cararay absi ay absadeen darteed ay isaga carareen fay aliina marka ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cabiray afaa ma looga cabiray soo celin oo maalkan soo celin waxa loogu tilmaamayo waxa weey maalka sidiisaba waxa xaq u leh mu'mininta bis maxay iyaga daacada ilaahay u kaalmaysanay xoolaha iyaga ilaahay ku caabudaya habkii ilaahay ugu tala galay iyaga marsinaya maalki marka maalka gaaladu gacanta ay ku hayso hadii laga la soo wareego waa maalki muuminiintu ay xaq u lahaayeen oo ilaahay dib ugu soo celiyay
أول بقى عنكم هنت حق غدا مسلمين تحق لها إنك قعنت كهيا مركب واحد إلهي سبحانه وتعالى وحكدي قعن إنك كهيا مسلمين تأي حق لها ين وإلهي قال دي وكسر علم حيل قال مال إنه قعنت كهيا حق ملها حق ملها وما الذي كأفى الله إلهي وسوع علي على رسوله رسولك سو كسر علي صلى الله عليه وسلم منهم لمن كان يهود حق ودنا وكسر علي فما أوجفتم وما أذنان أردسين عليه ما قاس من خير فرد ولا ركاب قيل ولكن الله لكن إلهي يسلد رسوله رسوله سكسلد على من دول كسلد دول كاسو يشاء إلهي ودونايو محايل والله إلهي على كل شيء شيك استقدير ألا أودو إله رسولك سكسلد صلى الله عليه وسلم رسولك يسلد يهودي إنو أرقاقح قليو مركاس الدقال إن يقون دعين أي سقعرين مالكي مركا وتسليد من الله وتسليد من الله وتخويف من الله إله عفسي قلنا ما هنا ديك ديك وما أدنان دادين حوله ما دام حوله ديك أدنان أدادين سيدن سوسعة الله معموله إلا ديك وما أدنان دادين سيدن سوسعة آيات النو شيئيسو ما يلذي كافى الله إلهي وسوع إليه على رسولي رسولك وكسوع إليه صلى الله عليه وسلم من أهل القرى قريوين كأهل كودنا وكسوع إليه فلله مالك إله أسقناه إله أسقناه ولا جدد اللي قال يا محيطها إله تشريعنا يجدينا إياه ماشاء الله قب دحين لها ماشاء الله قب دحين لها إله جدينا إياه إفكارنا إله إسكرية الدنيا آخرة ملكي جسي كجرا لكن مالك إله أسقناه ولا جدد اللي قال يا محيطها إله تشريعنا يجدينا إياه وللرسول رسولك أسقناه مالك فيه صلى الله عليه وسلم نبي قلنا إسكال صلى الله عليه وسلم ولذي القرباء قرابة أسقنا هذه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هير بن هاشم إيه هير بن عبد المطلب لبدا سألو لجيدا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أيها الزكدي أي حرام كتاي والزكدي أي سنصيب كلهين نصيب كي الزكدة اللقاء حرمي بديل كيدي إلهي وحكسيي حولها فيئة حولها فيئة إلهي كسيي سبحانه وتعالى واليتامى أقونتي أسقنا هذه والمساكين مساكينتي أسقنا هذه وابن السبيل وضد إنن كيدي أسقنا هذه مسافر كيال لولجي ذا انت سافية حقنا ولها فيه وديك أسن كبه هذا سيدي سبب حوي شن ميلود الله قيبي يا مركة هوري شن ميلود مركي الله قيبي هل قيب أو خمس أه أي الله سوق هذا هل كاس قيبود أو حلوسي قيبنا هدنا شن ميلود شن تاس ميلود أربعة الأخماس وحاسكال الددكن إلهي الشيخ سبحانه وتعالى ولد القربة كو واليتامى والمساكين وابن السبيل أربعة الأخماس أفر تاسع إسكالة حوله وحن المركة وروح الله قيبنا قودهان أيها إسكجرة أيها شن ميل الله قيبنا حوله فيه هل ميل أو كمده خمس الكلية أو خمس الكلية هل كاس ميل أو حلوسي قيبنا شن ميلات أفر ميلات وحا إسكالة وليد القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل بدكان على السبيل ما هو هاري خمس الخمس هو هاري خمس الخمس كاس نبي قال صلى الله عليه وسلم حقنا ما هو هاري هذه جود أربعة الأخماس أربعة الأخماس أنه هاري أربعة الأخماس كاس نهدنا نبي قال صلى الله عليه وسلم يصرفه إلى من يشاء عند الدنيا سوها سي نبي صلى الله عليه وسلم ساسا لقو قيب جري حولها فيئة تاسو مرك إلهي نوت المامي سبحانه وتعالى ما الذي كافى الله إلهي وسوع علي على رسوله رسولك وكسوع علي صلى الله عليه وسلم من أهل القرى قريوين كأهل كودة وكسوع قريوين كيهودة فلله إله أسقنا ذي ولرسول رسولك أسقنا ذي صلى الله عليه وسلم ولذي القرباء قرابة روح الصاحب كاه أسقنا ذي وليتامى أقونتي أسقنا ذي والمساكين مساكينتي أسقنا ذي وابن السبيل أسقنا ذي جدك إنن كيسي ومسافرينتي محود دكاس ugu sugnaaday qaraabada iyo masaakiinta iyo ibn sabiilka iyo agoonta wuxuu ugu sugnaaday keela ay kuuna maalku si uusan u ahaanin duulatan mid wareegsada baynal aghniyaay dadka maal qabeenada ah dhexdooda inuu san dhex wareegsan kale oo maalka fuqarada iyo masaakiinta iyo ibn sabiilka iyo dawl qurbaana ay wax ku yeeshaan wax ka helaan maana hadii la yiraa maalkan dadkan yaan la siinin maxay noqonay مالك دد يعني إنه كوكوبي هاي دد في أغنية لها بس مركب مالك وإن النصيب كياشا وليبا النصيب واجب في بعض الأحوال
مساكنتو أين كويشا مساكنتو أين كويشا كي لا يكون مالك إنو سنهان أن يضدك أغس قنادي دولة مد وريقة بين الأغنياء ضدك مالك غير دحذو ذي نوسن دح وريكسن ما الغبي نداسو منكم أدينك كمذا وما إلذيك آتاكم رسول رسولك وإذن سيئ صلى الله عليه وسلم فخذوه قات وما الكاسو إذن كسيئ وما إلذيك إنهاكم وإذن كرهب رسولك صلى الله عليه وسلم عنه ما جا حقيس وإذن كرهب وما الكم فيا كمذانا فانتهوا كرهب توناد ما دام السداس إلهي أسوء كالقون ديو سدا إلهي أكال قيبيه مالكي فيئة عد مران إيضاد كيني كرتماله ويرى الله سبحانه وتعالى عدو النبي أقرته صلى الله عليه وسلم مركي سدا الله قيبيه كبعدي قيبيه دين عن النبي اللي سوحي جيه صلى الله عليه وسلم عدو أقرته السين كرا عدو يراه الله السين ما ينوى إنه رالك النغط بس مركا آيات دسه ونزول كيدو مال خاصوها لكن معنى هذا هو إسكا عاما وهو عام النغنى وهو البو النبي إذن لي مدو الدين تأه إن لقاته واجب النبي إذن لي مدو الدين صلى الله عليه وسلم وهو البو محرمات إيا معاسيه النبي نقلنا هيانا صلى الله عليه وسلم إن أنكره بتوانا أنه واجب لكن آيات أسلوبك هذا يخصعته ومال الفي مال الفي وإسلوبك هذا آيات يخصعته واتقوا الله إلهي كعبصد مؤمنين تهداتهين محايل إن الله إلهي شديد العقاب والله عقاب في سواده للفقراء فقراء أيو مال كان أسقناد فقراء أيو أسقناد ونبينا صلى الله عليه وسلم ضد بضنا فقراء وحكسيناي وحي أسقى التي ييو قسمي أسقى اللوقون دي أيو ضدك سبولك درسك وحكسيناي النبي صلى الله عليه وسلم وحنكبقنا للفقراء خبر لمبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف أما للفقراء فقراء بلي هذا اعجبوا للفقراء أما هو مالك للفقراء يسقنا ذو النبي صلى الله عليه وسلم قيبتي إساق اللوقون ديي وفقراء وحكسيناي رسول صلى الله عليه وسلم للفقراء فقراء مالك أسقنا ذي فقراء سوء المهاجرين وسوء هاجري الذين فقراء سوء أخرجوا من ديارهم قريهو دي لقصوا صاري وأموالهم حوله دي لقصوا صاري مكة أي قصوا تجان أهل كذي يمالكوا دي يجريوه دي يدعان ندوا دي يبتغون حاله إيرادين أيام فضلا إيرادين أيام فضل قصوا من الله إلهي حق سكاء هذا وردوان الرحال النقشاء إيرادين أيام يجريوه دي قصوا بحين وينصرون الله إلهنا أي نصرين أيام وقرقارا ينصرون الدين الله يلو لجهد إلهي الدين تسين أي نصرين أي قريه دي يمالكو دي أقصر لح بحان ورسوله إله رسول كيس أيقا أقرقار أي صلى الله عليه وسلم ومهاجرين تي أي إله ساسو آماني أولئك كواسهم أيقا أهمبا السادقون في إيمانهم دتك الله به كارو إيمانكو دي كارون شيئا واساس إيمانك أقو مركو ربيهي وإنات أقتكتو إيمانك درتيس مالكاقي ديقانكاقي قريهاقي لحماية الإيمان لحماية الإيمان ولرعاية الإيمان وأيند أقتكتم مالك هذه ديجان ندوة مرك اللي بدو سلاش قيم وياه إيمانك ديجان كده سلاش قيم وياه مرك أسا إيمانك هقولني لكن إيمانك هوا يقطع ضعيف ماشوا هوا كل إنت هذو ضان مرهدان الدنيا هلاي ماشى الدنيا ما كوه استا دينه هكوب وبعض هذي دانت بس هذا الصومالي وبعضن تاعي الصومالي دبلها خصوصا وعرى رئيس بابيهم ماشوا حوس باباي وضمدا مرك وعررين أو ضمدا أيو هجرودين وحلو إهان است الدين تودي waxa lagu ihaanaystay karaamadoodii laakiin waxa soo dhan ma arkayaan marba hadii dollarka gaalada ay ka helayaan muuminiintii hore laakiin saasu ilaahay subhanahu wa ta'ala wa amaanayo guriyahoodii iyo maalkooda ma fiirinayaan marba hadii meesha iimaanka uu ku daciifayo ka tagaayo yabtaguna hal ay raadinayaan fadlan fadligaas oo min Allah ilaahay xaqiisa ka ahaday warid waana raali noqoshana ay raadinayaan وينصرون الله ورسوله إله رسول كيس أيها لنا أيان صلى الله عليه وسلم أولئك كواسي هم أيقاهم با السادقون في إيمانهم كوا الذين كروا إيمان كوا كروا شيئا كواسوا والذين كوا تبوا الدار الدارة مدينة دقي والإيمان إيمان كينا دقي إيمان كسلو دقا لو معنى بالله إعرابا وانقاذا كرناه تبوا داس إنان كبقنا مضمن بمعنى لزم الإيمان وفعل كان مضمن أقدقنا نحق لأنه معناها لزم قاطئ أنمره والذين كوي تبوء الدار دارة مدينة لازمي والإيمان إيمان كينا لازمي إعرافوا أنه تصنعنا مركز
أما والذين كوي تبوء الدار الدار تدقي فعل كمعنيه سأصل كاكو وضوء والإيمان نكون نصب فعل محذوف ومناسب واه والإيمان واللزم الإيمان إيمان كي لازمد علفتها تبنا وماء باردا وقلو باب كيدي علفتها تبنا وماء باردا وماء وسقيتها ماء باردا والذين كوي تبوء الدار الدار تمقالد المدينة كوي دقي والإيمان إيمان كينا لازمي من قبلهم مهاجرين تهرتود مدينة دقي إيمان كينا لازمي آياتنا إلهي وحكو أمانا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنصار تاهاي ومقالة المدينة أغسوه الرئي مهاجرين يحبون كواسي وحي جعليهن من دول دول كاسو هاجر إليهم أيقا أسو هجرودي وأيقا أسو هاجري ولا يجدون ملا هلان في صدورهم لابهودا حاجة واحد لبعد قلبي قوة كمد ريمان وكما هلان مما أي الذي كي حقي سندب كما هلان أوتو مهاجرين تلسيي مالكي هربني النذير لغا هلي سدح قويس أو أنصار تكمد بسو نبي وحكسي صلى الله عليه وسلم انت كلا رسولك صلى الله عليه وسلم وحي دين عيسى سوحك سليودان انت بضان وحسي مهاجرين تي مساكنت أقيبي رسولك صلى الله عليه وسلم أنصار تي أيغو سداس أركية سداس أيغو أركيو سدح قويس أو كلي أه رسولك وحسيه صلى الله عليه وسلم أنت كلا المهاجرين تأوسيه رسولك صلى الله عليه وسلم ساسي كوشي عليهن ولا له يعني لسيه ما هل إيغا قريهو دي كسو تبي إيغا مالكو دي كسو تبي إيغا ميسن هجركو يمد مرك إلهي وكو أمانو إلهي وحيرو ولا يجدون مهل إيان كوا أنصار تا في صدورهم قلوبتو دا دحو دا حاجة واحد لبه عليسا كأركمايان مما أي الذي كي حقي سنة دب كمهلايان أوتوا لسيي مهاجرين حوله مهاجرين لسيي عليسكو معها أنصارت ومدى هاي المحال لغو بدي أنك سدح قويس أمبان لسيي مالكي يقى أمبا مالكي دا مال لغو رونا دي مدى هاي بل سدا سنة يراهان اسكدها في ويؤثرون ويبا الدوران وولا له ذا كلي الدورانو على أنفسهم نففيالكو دي بأغا الدوران بأ وح نفتو ذا يبا هنتهي أي بسيان ولا لهد ومهاجرين تيا اسكبر داف وح لسيو النبي سيي صلى الله عليه وسلم إليهم قريان اسكبر داف نفتو ذا يبا أقدران وح نفتو ذا يبا هنتهي أي سيان آيادا وحال ليرا إلهي وحكو أمانا سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم سيدا إمام مسلم صحيح سوكوري غير كيسنا أورنا أيو نن ضيفا ويمد نبي عليه الصلاة والسلام مرتئة رسولك إلهي وحنا هينن دباتيسن أو قاجيسن مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحفرتين أدري أزواج تيسي ودن قريه سي ودن قريه دمار وحلقه وايي وحنكا مرتقى هذين كاللسيه أولوغو مرتق قليه زوجة كستة زوجاتك نبي نكمد صلى الله عليه وسلم وحيده يسي ما عندي إلا الماء بيما ما هنا قريه وفك لكم هاي رسولك مركز صلى الله عليه وسلم لن أصحابتي كمدة أي رسولك إلهي وأنيك مرتق لنا روحا مرتقا نكا مرتق لنا يسونا عشدي سقي عيالك سماهنا وحكا لقرقي سلقا مهلا إسلامتي سيو الله هذا يوحو يرى عرورتا هردسي مركي عشدة أضدح لأن السود اكتنا فينوست الدم وحان سكرد قينا مرتق إنا وحلعونا إنه أيا نسكرد قينا سيو سنوح وشان سقونا وهي عنتا هذين كاس عرورتا إلهي نورنا مرتقي الدارين عرورتي أيغو قاجيسان السيحيين أيغونا زوجكي زوجدي وحي السيحلان أيغو قاجيسان رسولك مركز صلى الله عليه وسلم مبارك عليه أرنكاس مركو أغادي إلهي رسولك وحي صلى الله عليه وسلم إلهي وادين كرهال النغم وحاد سميسان آيادنا إلهي كو أماني ويؤثرون ويد دوران على أنفسهم نففيالكو ذي الدوران ولو كان بهم أيغا خصاصة قاجها باهات أيغو قاجيسان وحي أباهم أي ولا له الدورة ومحبة إياك القعيلك ذاتك مؤمنين تأه لقدونا أيو إني لحمرته ومن روحي روحا سو يوقل إلى عليو شح نفسه نفتي سبخيل تنمذي ذا قفك لقى إلى عليو سيدا أنصار رسول الله بل لقى إلى عليو بخل بخل لقى إلى عليو قفك السفل أسغاته بخل لقى إلى عليو فأولئك الدول كاسهم أيغا أمبا المفلحون كوا أفلحي أحقوا الليباني والذين كوي جاءوا يمد من بعدهم أيها قداشوا يمد أنصار تاس يمهاجرين تاس قداشوا كوي يمد ومؤمنين تي كلا مؤمنين تي كلا أنصار يمهاجرين أصحاب تي كسي الدنبيسي يقولون أيها وحيراها
ربنا يا ربنا ربي غينيو اغفر لنا إله أنك نور داف والإخواننا والألهنا إله الدنب قوضا داف الذين والألها سوء سبقونا بالإيمان إيمان كنوغة هرمري والدين تي إيمان كنوغة هرريي ولا تجعل إله هيال في قلوبنا قلوبتنا غلا حقدي حاسد نماء يؤرقون إله قلبك أنه أويال للذين كويها أويال آمنوا إلهي رسوشي سرمعيا ذاتك كدن بينا ساسي أولاق مجرين ذاتك أصحاب النبي كدن بي صلى الله عليه وسلم أيقونا وحي أدعين جرين مؤمنين تي أغوه الرئي الدين تي إيمانك يا إسلامك أغوه الرئي أي مروى البابا أدعين جرين وحينا إلهي ويدي سنجرين قف مؤمنا حقد إي حسد قلب قولا إنو سن إلهي أقلل ما هي لي حسدك وهو الداء العضال وعذرا داء والحي وفك مرها الدوء قال والذين كوي جاءوا يمد من بعدهم مهاجرين تاسي أنصار تاقداش وذا كوي يمد يقولون وحيليهم ربنا يا ربنا ربي إنيو اغفر لنا إله النور داف والإخواننا ولا لهنا إله داف الذين ولا لها سبقونا نوغهر مري بالإيمان إيمان كنغلهر مري ولا تجعل إله هيال في قلوبنا قلوبتنا غلا حقد إله قلبك هيال للذين كويها أويال آمنوا إله رسوشي سرمية ربنا يا ربنا ربك إنيو إنك أذيك رؤوف متفرد بضناتهي رحيم إن حريص بضن الله سبحانه وتعالى أعلم وجل